مو أكتر. يلي شفته وقت فتت مجرد مسحة. قلت لك ما في رسمية بيناتنا، والسيد إحسان متحرر وكتير بيوثق فيني كمان وبمرته، وأكيد بتعرف، وأنت كمان. برافو، يعطيك العافية زاهين، عم تحط كل طاقتك لهي الشركة. أنا وشازمة مبسوطين كتير. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. شوفي ولا شيء أستاذ، زاهين عم يثبت أنه هو شخص ناجح ومستقبله كبير. طبعا زاهين ما حدا بيشك بقدراته أبدا. صح أستاذ، كنت حابب أحكي معك بخصوص المناقصة الجديدة، يعني فاضي نحكي شوي؟ ايه طبعا. تعال عندي شوي منتناقش جوا بالمكتب، بعدين بشوفك. يلا جاي أستاذ. ألو، قابل للاكني راجع هلا. لازم اليوم نروح لعند الجماعة سارة، قصدي على بيت وهاج، ولازم انتي كمان تيجي معنا. ايه فجهزي حالك اليوم. ليش لا اجي؟ وشو بدي اعمل هوني؟ لانه لازم كلنا نروح مع بعض، هو عزم عائلتنا كلها لعنده. بصراحة هو حابب يعرفنا على عائلته. شو؟ وليش بقى؟ سارة ليش يعني؟ لانه زميل ابوكي، وهو بالنسبة لابي وهاج هو الموظف المفضل عنده. لهلأ ما عم بفهم ليش أبي كل هالقد مهتم بهذا الموظف يلي اسمه وهاج، يعني ليش نحن لحتى نتعرف على عيلته؟ هو مجرد موظف عادي بالشركة مو هيك؟ ما شفت من قبل حدا بيعطي هيك أهمية لموظف عنده مثل ما بيعمل أبي. بس وهاج دايماً هو يلي يتطفل على أبي، وعم يجي كل يوم تقريباً على البيت مشان يشوفه. بصراحة مو جاي على بالي روح أبداً، بس ما فيني خلي أبي يزعل مني. شو بدي أعمل؟ ليكي أنا شوي وبكون بالبيت. يلا بشوفك، باي. قبل ما تكون عزمت إحسان حضرتك، يا ريت تكون مجهز كل شيء منيح. أصحك تتغابى قدام. أنت يلي دائماً بتتغابي. أنا بحياتي ما تغابيت بشي. مو مشكلة. على فكرة صوتك حلو وأنت خايفة. شكر ربك أني لهلأ عم بهتم بأمرك، مع أني بعرف منيح أنه اهتمامك كله بسارة. إيه ما في داعي تضربيني من نية، لأني إذا وقعت رح توقعي معي. خراس وهاج، جهز كل شي عندك بسرعة، نص ساعة ورح نمشي. جهزتي؟ لازم الكل يكونوا جاهزين بعد شوي. ايه تقريبا جاهزة، كنت عم قول لسه معنا نص ساعة على الموعد، مو بكير؟ رح شوف بيلا وسارة وانتي انطريني تحت. تمام. استاذ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بصراحة أنا كتير محظوظ أستاذ، لأنه أنت وعيلتك شرفتوني ببيتي. فضلوا لجوا. عمي هذا بيكون عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا عمي سخوات، بعرفك عمي، هذا الأستاذ أحسان، هو وعيلته الكريمة، مرته المدام شازمة، وهدول بناته الأنسة بيلا والأنسة سارة. وهاج طول الوقت عم يحكي لي عنك، وأنا كمان كتير سمعت عنك، ما شاء الله عليه. وهاج شاب كتير محترم. كأنه كان في كتير ناس هون، شو كنتوا عم تعملوا؟ عمل خيري؟ يعني فيك تقولي هيك شيء. على فكرة شعور كتير حلو إنه نقدر نساعد الفقرة والمحتاجين. نحن عايشين برا البلد، ومنحب كل مرة نجي فيه على باكستان إنه نحن نوزع صدقات للمحتاجين. الله يعطيكم العافية. شكرا لك ابني وهاج. خليوني تفضلوا. تفضل أستاذ، البيت بيتك، شرفوا لجوا. أهلا وسهلا فيكم، عن جد شرفتونا بجيتكم. كنا عاملين ختمة للقرآن، وبصراحة كنت حابة كتير إني شوف بناتك. ما شاء الله، الله يخلي لك ياهن، وإن شاء الله بتفرح فيهن وبتشوف أولادهم كمان. آمين.
الله يمد بعمركم. يا جماعة مدوا إيديكم. بنتي سارة يلا تفضلي، اعتبري هذا البيت مثل بيتك، لا تخجلي. ايه أكيد عم باكل. ايه هذا مو أكل. تفضلي دوقي هالكباب شغل إيدي، إن شاء الله رح يعجبوكي. بنتي ما في داعي للخجل أبدا، هذا البيت بيتك. أستاذ إحسان، وهاج على طول بيحكي لي عن حضرتك. وهاج ابني شو رأيك إنك تاخد الأستاذ إحسان وتورجيه على أرضنا؟ أكيد رح ينبسط فيها. إيه ليش لا؟ إيمت ما بيحب؟ وهاج بيحب الشغل من لما كان صغير، وأبوه مالك الله يرحمه كان بيحب شغل الأرض كتير. هلا أخي الصغير عم يدير باله عليها، لأنه أنا أغلب وقتي مسافر، بيجي على باكستان يعني فيك تقول كل كم شهر. بس لأنه بآخر كم سنة ما بتصدق يا أستاذ قديش آكل همه لوهاج. وهلا ما ضل لي ولا هم بحياتي غير إني أنا لاقي له لوهاج بنت حلال يتزوجها، وبهي الحالة بكون أنا ريحت بالي. عن جد هالموضوع بيشغل البال، الله يجمعه بشي بنت حلال وعن قريب. أستاذ إحسان، وهاج كان دائما يهتم بدراسته، تعب على حاله كتير لحتى تخرج، يعني مثل ما بتعرف هو شهادته من برا البلد، ما كان يحب يشتغل بالتجارة مع أنه حاول فيها كتير وللأسف ما نجح. أستاذ يعني نحن من قبل خسرنا كتير بشغلنا، لهيك قررت درب حالي من جديد لحتى يكون عندي الخبرة الكاملة. مثل ما بتعرف التجارة بدها خبرة كبيرة بالشغل. قلت لك شازمة هو عم يضحك عليكي، بس انتي ما كنتي تفهمي، انتي ما عم تشوفي من كتر ما بتحبي. لك بنتي فكري لك شوي، إذا قدر يعمل مثل ما هو عم يخطط تعرفي شو يعني؟ إذا هو تزوجها وقتلك بنتي رح تضطري انتي وياه تعيشوا بنفس البيت طول العمر. أمي صدقيني مستعدة أموت وما خلي لهذا الحقير يتزوج بنت إحسان بحياته. انتي ارتاحي، إذا انتي متي ولا ما متي مشي الحال، شو بقى بينفع تعملي إذا هو خطته نجحت؟ هو قاعد عم يلعب قدام عيونك وقدر يقنع إحسان كمان. لك وإحسان هاد التاني عم يفكر بشكل جدي مشان يزوجه لبنته. انتي وقتها شو رح يصير فيكي يا شازمة؟ وهاج رح يصير صهره لإحسان ورح يكون كل شي بإيده وقتها. وبقص إيدي، إذا مو أول شي رح يعمله إنه يتخلص منك فوراً. بكرة بتشوفي بنته سارة وصهره وهاج رح يخربوا لك حياتك يا غبية. هيك عم يخطط الحقير، هاد هو هدفه من الأول، رح يتزوج سارة ويكسب كل ثروة إحسان. أرجيني شو بيطلع بإيدك وقتها لما قدام عيونك يجي يعيش مع سارة بنفس البيت وياخد منك كل المصاري، وبعد فترة بيقلعك من الشركة وبتكوني أنت الخاسر الأكبر. مستحيل يصير هالشي وأنا عايشة. طولي بالك، صدقيني وقتها رح أقتب إيدي. شو يعني أنت جنيتي شازمة؟ طولي بالك شوي، ما أنا مستاهلة. مستحيل خلي هذا الشي يصير، والله العظيم بقتله. اهدي طولي بالك وروقي شوي. هاش بقى دليلي، طولي بالك أمي، ليش هيك صار وفلتت الأمور من إيدي؟ أنا ما عم بقدر أتخيل ولا أتحمل اللي عمله وهاج الحقير فيني. شو بدي أعمل إذا عمل هيك؟ خلص اهدي وخلينا نفكر. هو حبي الأول كيف بدي أنسى؟